السيدات كنا تابعنا اليوم الحركات الأرضية وأيضا أعرضة التوازي بطبيعة الحال. كنا تابعنا سابقا تتويج الحركات الأرضية، والآن تكون لنا متابعة بالفعل متابعة للحركات الأرضية، الحركات الأرضية التتويج الخاص بالألمانية إما ليوني مالفسكي. إذن والميدالية أو لا للتصحيح، الحركات الأرضية المركز الثالث عاد لأستراليا من خلال سكوت برين ب 12.8%. الميدالية الفضية من نصيب شياكي هاتاكيدا اليابانية 12.9%، في حين الذهب كان من نصيب الرومانية التي تميزت وتعتبر حقيقة إلى جانب كما ذكرنا الفلبينية يولو كارلوس أدريال باكتشاف هذه الجولة هنا ابنة البطلة والأسطورة كاميليا فوينيا الرومانية، والتي تنطلق مسيرتها منذ الآن في صنف الكبريات.